تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم للحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن سأسبح في الموضة لأصبر على المصيبة. الصبر هو حمس النفس على ما تقرأ، والصبر مهم جدا في حياة الإنسان، ومع ذلك صبر وتحمل حتى أذن الله لهم بالفرج وتمكن. والصبر مهم لمن يصيب للنجاة وتمنس، فعليه أن يصبر ويواصل في دربه فالكمة تستحق من كل تعب وسهر. وصبر المسلم على ما قضى الله له ما قدر. يقتدر الإنسان في مسيرة حياته الطويلة طريقة الكثير من المشاق والصعاب، وهذا هي طاقة الصبر الذي هو مهم في كل خطوة يخطوها. ما ينزل من المصائب والبلايا على الناس خاصة أو عامة، فإن الله عز وجل يجري من أقداره ما يكون مؤلما للنفوس. وإن من خير دواء قول محمد صلى الله عليه وسلم: من يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء أو وسع ولا خير من صبري، فمن تصبر على ما ينزل به أعانه الله عز وجل على الصبر. فاصبر عباد الله، فالصبر نور للمؤمن في الدنيا. يقول النبي: والصبر ضياء، والصبر شباب للفوج العظيم عند لقاء الله عز وجل. يقول الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بخير حساب. آية القرآن في سورة الزمر الآية 20. في بعض أقوال عن الصبر هذا هو: الصبر على ما تقرأه، والصبر على ما تعيب. وجدنا خير عيشنا بالصبر. الصبر يعين على كل عمل. واصبر لأن فبعد العسر تيسر. الصبر كالصبر مر في مذاقته، ولكن عواقبه أحلى من العسل. وكن حليما إذا بليت بغير، وصبورا إذا أتتك مصيبة. وجعلنا من عبادك الصابرين، وجعلنا من عبادك الشاكرين، وجعلنا من عبادك المخلصين، وجعلنا من عبادك الراضين. اصبر وابتسم دائما، فإن الله مع الصابرين. أستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تحزن تفاءل هو الله يرضي.